تابعوا ما أريدوا برنامج خلف الصورة. أريدوا ديما معكم. أولين أولين أولين. ديما نروحو انا وصحابي لواحد الفنار اللي جاي 12 كيلومتر بعيد على كريستال، جاي خاوي وما يجولوش الناس. واحد النهار كنت نطل من التاقة اللي جاي على البحر حتى نشوف ولاد صغار واللي هما ولاد العساس تاع المنارة يتزلجوا في السكة الحديدية اللي كان بكري يهود معاها البابور تاع السيكوريتي. اونكا تصرى حاجة في المنارة، اندهشت وخفت عليهم باسكو هذيك اللعبة اللي يلعبوها فيها ان ريسك. من صورت هذه التصويرة أثرت فيها بزاف باسكو شفت بلي هاد الدراري كانوا يلعبوا فرحانين غير بحاجات صغار واللي هما قرعة وشوية تاع ريسك. خدام زكريا طالب جامعي ومصور. تابعتم مع أريدو برنامج خلف الصورة. أريدو ديما معكم.